الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم الكريم المفضل حامل المسك في رمضان. واليوم يعني إن شاء الله عز وجل نتناول، يعني نحن في رمضان نتناول يعني الثمرة الكبيرة في هذا الشهر الكريم، ألا وهي القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في رمضان، ورمضان شهر القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على القراءة، وحث على التدبر، وحث على أخذ القرآن وتعلمه دائما. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن، لماذا القرآن؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام الملك عز وجل الذي يعني أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم من خبير. القرآن الكريم سر السعادة في الدنيا والآخرة. القرآن هو الذي يريد الدنيا عليه بالقرآن، الذي يريد الآخرة عليه بالقرآن، الذي يريد الدنيا والآخرة عليه بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. نعم، السعادة في الدنيا سرها القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. الذي يريد الجنة ودرجات الجنة كما قيل بعدد آي القرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والسؤال: لماذا القرآن؟ القرآن كلام الله، القرآن شفاء ورحمة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن جاء لسعادة الإنسان. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي جاء القرآن للسعادة، أقرأه حتى أفرح، حتى يعني أهنأ، حتى يعني أستشعر هذه البركة وهذا العطاء. القرآن الكريم يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يعني حديث كثيرة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون، أي الشرف والمكان العالية لأهل القرآن. فالقرآن يعني شرف في الدنيا والآخرة. وكما قال يعني ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر، قال ابن الجزري: الإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان أهل القرآن أشرف الأمة أولو الإحسان، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. هذا هو القرآن الذي من قال به صدق، لو تكلمت بالقرآن صدقت، ومن حكم به عدل، لو حكمت بالقرآن عدلت، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن فيه نبأ ما قبلكم، لو أردت كتب تتحدث عن التاريخ القرآن، وخبر ما بعدكم، لو أردت كتابا يتحدث عن المستقبل القرآن الكريم، وحكم ما بينكم، لو أردت كتابا يصلح ويضبط أمور الحياة القرآن. كأنه كما قيل في العلماء، كما قيل أن القرآن كتاب يتحدث عن الماضي يعني بصدق وإيضاح وبيان، ويتحدث عن المستقبل
يعني سبحان الله، يعني في منتهى يعني سبحان التحليل للمستقبل، ويتحدث عن الواقع. كتابه ما يعني تاريخ ومستقبل وحاضر، هذا هو القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، يعني سبحان الله، حتى في كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يعطي الولاية لأهل القرآن ولو كانوا من الموالي. القرآن، القرآن الكريم، يعني لو تحدثنا عنه ما يعني أعطيناه حقه. كتاب رحمة، كتاب شفاء، كتاب استقامة، دستور حياة. لذلك القرآن سبحان الله، يعني الذي أخذه في بيته تأتيه البركة، أخذه في عمله يأتيه البركة، أخذه منهج حياة يصير مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلذلك القرآن، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من تكلم به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. حتى الجن لما سمعت القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. القرآن، حتى الكفار عندما سمع القرآن ماذا قال؟ ماذا قالوا؟ قال أحدهم وهو الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن، كان هذا الرجل يعني يذهب في المساء ويتسمع، يعني يسمع إلى القرآن من النبي والصحابة، فيسمعه ثم يقول في الصباح أأتي وأسلم على محمد. فيأتي في الصباح ثم يجلس إلى صديقه أبو لهب أو أبو جهل فيقول له كأني أرى أنك تريد الإسلام. قال لا، فكان يستحي من صاحبه ويدفع ما سمعه من حلاوة، فيأتي في المساء ويذهب سرا ليسمع القرآن، ويقول في الصباح أذهب وأدخل في الإسلام مع محمد، ويجلس مع صاحبه في الصباح وينسى الأمر ويستحي، فيسأله صاحبه أراك كأنك تريد أن تسلم؟ فيقول لا، ويأتي في اليوم الثالث ويسمع فيقول غدا أذهب وأدخل في الإسلام. ويأتي في هذا الصباح وكأنه بدأت عليه أمارات يعني دخول في الإسلام، فيظهر في وجهه علامات النور الذي سمعه، فيذهب إلى صاحبه ويقول له، فيقول له صاحبه كأني أراك أن تدخل في الإسلام. فيقول لا 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 لا، يستحي، ويعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فاستكبر وقال لا. فقاله صاحبه لا أصدقك حتى تبثق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفض الهدية التي أعطاها الله المولى له من سماع القرآن. فبعد ذلك لما سئل عن القرآن قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا القرآن. لذلك القرآن دستور حياة، ما نزل القرآن حتى نحتفظ به يعني كهدية بين البيوت وبين السيارات، أبدا، نزل كتاب هداية. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من حكم به عدل، ومن تكلم به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إنه القرآن. فنحن الآن كل هذه الكلمات حتى يعني نفهم، وحتى نحب القرآن أكثر، نحب القرآن فنقرأ القرآن، نقرأ في الدنيا فنرتقي في الآخرة. درجات القرآن، درجات الجنة بعدد آيات القرآن. فهذه فرصة طيبة حتى نأخذ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لصاحبه الذي كان يصحبه في الدنيا تلاوة، حفظا، وتعليما، وتعلما، ودعوة، وتحفيظا، كل ذلك للقرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خيرية الأمة في من أخذ القرآن ويعطي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يكن خيركم أكثركم مالا أو علما أبدا. القرآن، القرآن هو سر خيرية هذه الأمة، القرآن. لذلك لما نزل القرآن على أو نزل به جبريل الأمين أصبح سيدنا جبريل خير الملائكة، أفضل الملائكة. ولما نزل جبريل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصبح نبينا أفضل، يعني أفضل أنبياء الله ورسله بنزول القرآن. ولما نزل القرآن على الصحابة الكرام أصبحوا هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخذه العلماء صاروا خير الناس بعد الصحابة التابعين. وأخذه هكذا 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 حتى أن سبحان الله ينزل القرآن إلى كل الأطفال ويحفظونه، وهذا اختيار من الله واصطفاء من الله. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يختار للقرآن أهله وأصحابه وأصحابهم، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لذلك علينا بالإقبال على القرآن هذا في كل أوقات، ما بالكم في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نأخذ القرآن ونقرأه بتمهل وعلى مهل ونقرأه بحب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فهذه دعوة مباركة نحن في رمضان للأطفال والصغار والكبار والرجال والنساء والعامل ويعني الفارغ، كلكم إياك أن يمر عليك يوما تهجر فيه كتاب الله. قال تعالى يعني في كتاب الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: هجر القرآن هو هجر تلاوته والاستماع إليه والتداوي به والعمل به والتحاكم به وهكذا. فإياكم وهجر القرآن، إياك أن يمر عليك يوما لم تقرأ فيه آية أو تسمع آية أو تنظر آية أو تعلم آية أو تتعلم آية. هذه صور هجر القرآن. فهذه دعوة مباركة إلى أهل القلوب يعني الرقيقة التي تحب القرآن. أقبل على القرآن فإنها مأدبة الله في أرضه، فأقبلوا عليه بحب. القرآن يشفع لأصحابه، يقول: أنا صاحبك. تخيل أنك في القبر، هذا القبر المكان المظلم، فيأتيك نور فتسأله: من أنت؟ فيقول لك: أنا قرآنك، أنا قرآنك الذي كنت تتلوني في الدنيا، أنا اليوم معك، يعني أبين لك هذا النور لأنك كنت تقرأني في الدنيا، صحبتني في الدنيا فأصحبك في القبر، وكذلك على الصراط، وكذلك في الميزان، وكذلك في العرض والحساب، وكذلك يدفعك إلى الجنة لأنك كنت تتلوه حق تلاوته. فهذه دعوة إلى الإقبال على القرآن، كلام الله. قال عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن دعوة مباركة إلى القرآن وإلى فهم القرآن، القرآن وفهم القرآن، ليس حفظا فقط. خيركم من تعلم، ليس من حفظ، من حفظ، من تعلم، تعلم القرآن ولغة القرآن. وهذه دعوة أخرى إلى لغة القرآن نتكلم عنها في لقاء قادم إن شاء الله. فعليكم بالقرآن تلاوة وسماعا وتعليما وتعلما في بيتك، في عملك، في سيارتك، في سوقك، في متجرك، في مكتبك. القرآن يكون دائما في قلبك، تعرف عليه في الدنيا حتى يتعرف عليك في الآخرة. أسأل مولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.